التلاوي معنا مباشرة من أربيل حتى ينقلنا احتفالات الناس بأعياد نوروز. صباح الخير يوسف، كل عام وأنت بخير. يوسف إذا كنت سامعني صباح الخير. صباح الخير سهر، صباح الخير على المشاهدين. كل عام وأنت بألف خير، يعني يا ريت تقلنا أنت بأي منطقة بأربيل. هذا يوسف، يا ريت تحكي لنا أنت بأي مكان بأربيل وتحكي لنا أقبال الناس والاحتفال بعيد نوروز. نعم نعم سهر، طبيعي اليوم هو اليوم الرابع من أعياد نوروز. نعم. الخالدة، طبيعي هو ما زال العطلة مستمرة، ولكن الحياة بدأت شيئا فشيئا تعود إلى طبيعتها. هنالك الأسواق مفتوحة، وأيضا الباعة أصبحوا يعني عادوا نوعا ما إلى أعمالهم. المواطنون ما زالوا يتوافدون على المناطق السياحية. نحن اخترنا هذا المكان في السوق لكي نشاهد أنه الكثير من المواطنين القادمين من مناطق الوسط والجنوب بدأوا يتجولون في السوق الرئيسي وسط أربيل. لو تحدثنا عن الوضع الأمني، للأسف لم نستطع أن يكون أحد المسؤولين جاهزا معنا لكي يتحدث عن الموضوع الأمني خلال الأيام الماضية، ولكن كان هناك بيان صادر من المحافظة مسؤولين، لكن مثل ما عم نشاهد نحن والمشاهدين عبر الشاشة، أنت بسوق شعبي يوسف، استطاعوا تأمين الحياة الجيدة خلال الوضع الأمني بشكل جيد خلال الأيام الماضية، لم تحدث هناك حوادث مؤسفة. أما من ناحية قضية السياحة، كان هناك بيان أيضا من هيئة السياحة ذكرت أن أكثر من 100,000 مواطن عراقي من مختلف المحافظات الوسطى والجنوبية زاروا الأماكن السياحية في أربيل خلال عطلة نوروز خلال الأيام الخمسة الماضية. طبيعي هذا أنعش الأسواق، وكان هنالك رواج للمواد الغذائية والملابس والبضائع، وأيضا استفاد منه الباعة. معنا الأخ فرمان. نعم مرحبا، مرحبتين. شلون السوق اليوم؟ كل عام انتم بخير. كل عام انتم بخير، سنه جديده ان شاء الله. شلون الايام اللي فاتت وهسه شلون الوضعيه؟ اقدر اقول ايام مختلفه احسن من قبل، لان ازدحامات الناس تجينا من محافظات، من بغداد، من جنوب، يزولون بلدهم اقليم كردستان محافظه اربيل. نعم. وانتم تعرفون الناس كلها بهيجي مناسبات يجون لاقليم كردستان. برايك شنو الاشياء اللي كانت يعني مرغوبه من قبل السائحين خلال الايام الماضيه؟ السائح من يجي يعني الاربيل، يجي الاربيل اذا ما يفوت للقلعه كانه هو ما جاي لاقليم كردستان، ما جاي يزور مدينه اربيل عاصمه، ويجون يفتخر، يعني احنا نفتخر بجيتهم لان هم جزء من عندنا. البعض اعتبره ملح السوق. اقدر اقول لك 100%، يعني هم فرحانين جدا. هالثلاث ايام اللي انا هنا دا اشوف يعني ازدحام اكثر من قبل. جدا اشكرك حبيبي. اهلا وسهلا. نعم سهر، كما لاحظتي السوق اليوم منتعش، والمواطنون يتوافدون الى هذه الاسواق، وايضا للاسف كان هنالك حدث واحد مؤسف يعني ربما أشغل مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة من قبل الشباب، فقدان ثلاثة من الشباب في إحدى الأنهر في منطقة ماوت بمحافظة السليمانية. للأسف حتى هذه اللحظة لم يتم العثور على جثامينهم. وبشكل عام الوضع مفرح، الوضع جيد، العيد عيد نوروز، نتمنى أن تكون كل يعني الأعياد. يوسف أنت خلال عيد نوروز أكيد جولت بهذه الفرحة الدائمة إن شاء الله. نعم يوسف، أنت خلال عيد نوروز تجولت بكل المناطق بأربيل، أي أكثر مكان حسيته في إقبال أكثر من قبل المواطنين؟ ومن كمان عرفنا أنه المواطنين مختلف محافظات العراق إجوا كمان لهون وشاركوا الأخوة الكرد واحتفلوا معهم. شو هي أكثر المدن اللي إجوا منها المواطنين من قبل بالمدن العراقية يعني؟ سهر للأسف بدأ أسمع صوتك، صوت ناصي، ولكن ممكن أستعمل، ممكن تعيدين السؤال؟
نعم، عم بسألك إنه خلال تجوالك يعني بهي الأيام والاحتفال بأعياد نوروز بمختلف المناطق، شو وين لاحظت إنه في ناس أكثر إقبال للاحتفال بعيد نوروز يعني بأي منطقة بأربيل هون؟ يعني أعداد الناس كانت كثيرة أكثر من مكان ثاني، أكثر منطقة جذب للناس وللسياح كانت هون خلال عيد نوروز. والله سهر للأسف ما سمعت السؤال بشكل جيد، لأنه دا تشوفين ما شاء الله يعني العالم والأصوات كثيرة، يعني دا تشوش علي أسمع صوتك. كنت أتمنى أسمع السؤال بشكل جيد، للأسف ما سمعت السؤال. نعم، طيب تابع حضرتك، حكي لنا عن الأجواء عندك، يعني مثل ما عم نشوف سوق شعبي يوسف، يعني أكيد باين أنه في تجهيزات وتحضيرات أمنية استعداد لعيد نوروز. سهر يوسف ما عم تسمعني؟ والله مدى أسمع صوتك أني مدى أسمع السؤال، لذلك أعتذر جدا. طيب شكرا لك يوسف، أكيد مشاهدينا